من بنيت من أولاد لا يعني من بنيت كيفاش؟ بنيت مثل تحكي معاها تعرفها أنت تقولها راني أنا معاك هذا راني أنا معاها ذاك ورانا مع بعضنا من بعد تمشي تدور بيت ولي تحكي معاه من بعد تولي تشوف كم فتصورهم مع بعض زوز صحباتي زوز واحدة علاقتنا تقصتهم كروز هذا معاك اللي نحبه وين تحبوا نسكن مش تحبني نعم أنت تمشي في الشارع مثيل تعرفوا معرس وكل يقولك برابي نجم نحكي معاك برابي نجم ناخو نمروك وانت تبدأ تعرفوا الإنسان هذاك معرس تبدأ تعرف مرته وتعرف الكل ويبدأ يحكي معاك ويحب يحكي معاك ويحب عسلامة عسلامة مرحبا مرحبا بيك معانا. هل تقدر اليوم تسامح عبد خانك وإلا لا؟ المرأة تقدر تسامح الخيانة؟ توا ما نتصورش كيفاش نجم معناها تسامحوا ولا باش تشوف حاجه خاطر توا مكثور الشعب يخونوا كان من المراه كان من الراجل نسبه الخيانه من المراه ولا من الراجل وحسب ما نشوف نسبه الخيانه من المراه اكثر كيفاش من ناحيه المراه قادره تخون راجلها اكثر من الراجل كيفاش كيفاش على خاطر الراجل يعني ينجم يكون بتار الخدمه الحاجات اللي يخدم فيها وكل نجم يكون وقته معبي أكثر من المرأة المرأة تنجم كل مرأة كفين. نجم وإلا قاعدة تخون قاعدة تخون تصور أكثر قاعدة تخون شو يخليك تحكي هكا اسكو ريت حالة قدامك المرأة قاعدة تخون في رجلها توا في مجتمعنا وتوا نتصور شكون تعرفها قاعدة تخون في رجلها ولكن رجلها مازال مش يلقاها نعرف برشا قاعدين يخونوا حتى رجال زيد فما برشا رجال زيد قاعدين يخونوا في نسائهم نفس الشيء عرفت مره الراجل هكا معناتها يخون في مرته وجا قال لك راني معرسه ما نحب عليك انت برشا برشا انت تمشي في الشارع مثيل تعرفوا معرس وكل يقولك برابي نجم نحكي معاك برابي نجم ناخذ نمروك وانت تبدا تعرفوا الانسان هذاك معرس تبدا تعرف مرته تعرف الكل ويبدا يحكي معاك ويحب يحكي معاك ويحب شو اللي يخلي حسب رايك انت اليوم العبيد تخون كسوسوا المراه والا راجل شو اللي يخليهم اسكو فما مبرر اليوم الخيانه لا يعني فما حتى مبرر تبدا راجل معاه مرته سافا جوهم به هكيك تصورش يعني كان المراه باش تبدا مقصره مع راجلها ولا راجل يبدا مقصر مع مرته عشت انت تجربه الخيانه ولا لا 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 تخنت من بنيت من أولاد لا يعني من بنيت كيفاش؟ بنيت مثل تحكي معاها تعرفها أنت تقولها راني أنا معاك هذا راني أنا معاها ذاك ورانا مع بعضنا من بعد تمشي تدور بيت ولي تحكي معاه من بعد تولي تشوف كيف تصورهم مع بعضهم استنى ساعة أنت عشت هي تعتبر خيانة مادام هو مشى مع صاحبتك سكو هو زاد خانك أنا قلت لأما تسمى مع البنات أنا مدام طفلة صاحبتي بدارت بيه وكل هو ما نحسبوش هو خاطر ينجم في النهار يحكي مع ألف واحدة أما هي باش تكون صاحبتها توجعك منها هي أكثر من اللي باش توجعك منه هو ما تحسبوش يعني نورمال كونه اللي معاك يحكي مع ألف في النهار بدي باش يحكي معايا أنا بس باش يحكي مع غيري معايا ما يقلقكش أنت كان يخونك جملة ما تحرك لك حتى شعرة حتى شعرة يمكن من صحابي أني نتغدر من البنات وكل أما هو نحسبه علاقة عابرة يعني باش نتوجع عليه ولا باش نبكي عليه ولا كل مش باش يرجع باين اللي خانك مره يخونك ألف مره اللي خانك مع صاحبتك نجم يخونك مع اختك مع امك مع العائله مع اقرب الناس ليك وصاحبتك هذه اقرب الناس ليك هي ولا اللي تقدرت منها نجم تكون كيفاش صاحبتي يعني عشره وبيناتنا عشره سنين وكلهم بعد تمشي انت معاها جوكم باهي تبدا تحكي لك وتحكي لك على نفس الشخص اللي انت معاه تقول لك راني نحبه هي تحكي لك تبدا تقول لك شوف الجيب لي شوف ساعتاني شوف ش عملنا اليوم كذا خرجنا دورنا وانت تبدا متعرش وانت اسبوع ما قلت لهش توري تصوير تاع صاحبها لهالدرجه يعني. انا كانسان اني نخلي كل واحده على راحته كان هي جات وحكيت مرحبا كان ما جاتش هي حره تصور معناها مش انا باش نفرض عليها اللي هي باش توريني تصويرته ولا حاجه اسكو مازلت تعتبرها صاحبتك تو تنجم تقول لي انا سامحتها من داخل صحيح لتوا وجعتني الحكايه انا وهي تو ما عادش نحكيو مع بعضنا وقصي انه خطيبك او صاحبك السابق مازلت معاه تصور اللي هو ما خذهاش هو عرس ما خذهاش اما ما نعرفش هي تو مع شكون ما نعرفش شنو تحب تقولها الطفله كانت تسمع فيك وشنو تحب تقول لخطيبك السابق ربي زوز بناته نجم نسميه منين
ولا لا؟ منين هاي ميساج من غير اسامي؟ واحدة من نابل والأخرى من القروان. خانوك مع صاحبك؟ نفس الشيء. زوزة؟ وي. يا حليلي عليك، يا حليلي عليك. الله غالب سعدي بيهم. الرجل هكا ولا يكبر واحد. يا بنتي هذيك زوز صاحبات طلعوا. زوز صاحباتي زوز، واحدة علاقتنا تقصدوا. توم كروز هذا معاك؟ الغالب. اللي نحبه وين تحبوا الناس الكل، شو تحبني نعمل؟ الغالب. ربي يهدي وكهو. اما هو معناتها خلينا نقولوا مزيان برشا او باهي برشا لدرجه انه مخلي برشا بنات يحب. اسمعني لبس عليها. اللي من نابل هو حتى كيف حب بيته وهي وحبت تحكي معاه وكل هما مشاش معاه في الخط. هي حبت تحكي معاه وعملتهم الكل معاه. اما ما مشاش معاه في الخط يعني. الثانيه مشى معاه في الخط. الثانيه والله ما نعرفش مشى معاها في الخط ولا ما انا ملي عرفت الحكايه سي بعت وما واجهتوش وما حكيتلوش الموضوع جمله.